أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة بساط طائر، وكيف أنقذ زواج جحا وكريمة. استيقظت ذات يوم قبل الجميع، وانتظرت جحا ليستيقظ بفارغ الصبر، لأنني كنت أشعر بالملل، فكنت قد أنهيت كل أعمالي الصباحية. أفطرت وأكلت القش، ثم تحليت ببعض الحشيش وتحممت، ثم تشمست قليلاً ورأيت فأرة تمشي في البستان، فأردت أن أسلم عليها ولكنها هربت، فحاولت أن أبحث عنها في إحدى الحفر في الأرض، ولكن ضاجرت لما لم أجدها. كل ذلك وجحا لم يستيقظ بعد، فقررت أن أساعده بعض الشيء، فأخذت نفسا عميقا و سمعت صوت الشباك يفتح من فوقي، ورأيت وجه جحا يظهر منه، فوضع إصبعه على فمه وقال: شش، اسكت يا مزج. عفوا يا جاحد. على الأقل جحا استيقظ أخيرا، وسمعت صوت خطواته في المنزل بعد دقائق، ثم رأيته مسرعا من البيت باتجاهي وهو متحمس، فقد كان اليوم عيد ميلاد زوجته كريمة، وأنا كنت نسيت أن أجلب لها شيئا، ولن أجد الوقت لإيجاد هدية، لأن جحا أراد أن نذهب إلى السوق باكرا لإحضار كعكة البرتقال من الخباز، وهي كانت كعكة كريمة المفضلة. فقررت أن أقول لها إن الكعكة هدية منا الاثنين. يا لعبقريتك يا شلهوب. صباح الخير شلهوب، هيا بنا بسرعة لنذهب إلى السوق. كان جحا يحب كريمة كثيرا، ويوم عيد ميلادها كان يومه المفضل كل عام، وكريمة كانت تحب الدلال الذي تحصل عليه من جحا في عيد ميلادها، فكل عام كان جحا يقدم لكريمة هدايا رائعة لا مثيل لها. في إحدى السنوات قام جحا بإهداء كريمة عقدا من اللؤلؤ الزهري، وفي السنة التي تلتها أحضر لها مسكا من بلاد الهند، وكان يتفوق على نفسه كل مرة، فاعتادت كريمة أن تحصل في كل عام على 5 هدايا بالإضافة لكعكة البرتقال اللذيذة من عند الخباز. كان جحا يدللني أيضا يوم عيد ميلادي، فكان يهديني كل عام حصة إضافية من الشعير الجاف والمزيد من العمل، وهذا إثبات أن جحا يحبني أكثر من كريمة، فالشعير صحي أكثر من الكعك، والعمل الإضافي مفيد للياقة البدنية. وصلنا إلى المخبز، وانصدم جحا عندما رأى أن كعكة البرتقال غير موجودة. ماذا؟ يا خباز، لماذا لا توجد كعكة البرتقال؟ ففسر له الخباز أن أحداً اشترى آخر قطعة منها، فزاد هلع جحا وقال بتحير: ماذا سأفعل الآن؟ هذه كعكة كريمة المفضلة. وتأسف الخباز لجحا، ووعده بأن تكون الكعكات الأخرى لذيذة أيضاً، فنظر إلى الكعكات المعروضة أمامه، وحاول الخباز تهدئته وعرض عليه حلوى الأصابع أو كعكة التمر أو كعكة المشمش، ولكن جحا هز رأسه وهو حزين، لأنه علم أن هذه الخيارات لن تسعد كريمة بقدر كعكة البرتقال. وفي تلك اللحظة رأى بطرف عينه كعكة مزينة بالكريمة وعليها توت من كل أنواعه،
وفراولة حمراء، وبدت شهية جداً. فارتفعت معنويات جحا قليلاً وقال: هذه هي يا صديقي، أريد هذه الكعكة لكريمة، هذه ستسعدها. كم فرح جحا بالكعكة التي وجدها! صحيح أنها لم تكن الكعكة التي تنتظرها كريمة، ولكن لا بد أن تحبها أيضاً، لأنها بالفعل كانت تبدو كعكة التوت والفراولة لذيذة. ثم رجعنا إلى المنزل، ودخل جحا وهو متحمس حاملاً علبة الكعكة، وضعها على الطاولة، ثم أحضر الهدايا وبدأ بتغليفها بورق الهدايا الملون بألوان قوس قزح، وطلب مني أن أراقب الباب، وإذا رأيت كريمة وهي آتية علي بالنهيق، ولكنها لم تظهر. وعندما انتهى ناداها: عزيزتي كريمة، أين أنت؟ وبضحكة فرحة أسرعت كريمة إليه متشوقة لفتح هداياها. كانت كريمة تعشق المفاجآت، وأظن أن هذا كان أحد الأسباب الذي جعلها وجحا زوجين مثاليين. فالعيش مع جحا دائما مليء بالمفاجآت. يا جحا، ما كل هذا يا عزيزي؟ تحدث هذه المسرحية كل عام. جحا يغازل كريمة وهي تتفاجأ بالهدايا، وهو يذكرها بعيد ميلادها، وأنا أشاهد وأنا على وشك التقيؤ. يبدو أن الرومانسية لا تقل مع كبر العمر. يا كريمة يا حبيبتي، إنه يوم عيد ميلادك، كل عام وأنت بخير يا قرة عين. افتحي الهدايا هيا. فجلست كريمة وبدأت تفتح الهدايا، وجحا ينظر إلى تعابير وجهها. بدأت بفتح علبة الكعكة فتفاجأت، وقال جحا: عزيزتي، أعرف أنني كل سنة أحضر لك كعكة البرتقال، ولكن هذه السنة لم يبق منها لدى الخباز، أنا آسف. لا تقلق يا عزيزي، فأنت تذكرت كم أحب الفراولة والتوت، وهذه الكعكة جميلة جدا بزخرفتها، لا أعرف كيف سأستطيع أكلها وأطلق منظرها الجميل. إذن سأتكفل أنا بهذه المهمة لك يا كريمة، دعي الأمر لي. ثم أخذ جحا الهدية الأولى وأعطاها لكريمة، فتحتها وإذا داخل العلبة حذاء راق وأنيق. نظرت كريمة إلى الحذاء بفرح شديد، فكان بالفعل جميلا، وهو مزخرف بعدة ألوان. ثم فتحت الهدية الثانية، والتي كانت رواية الفيل يصبح فيلين للكاتبة المفضلة لدى كريمة، فعانقت جحا لأنها كانت مدركة كم هو صعب الحصول على نسخة من الرواية الرائجة. أما الهدية الثالثة فلم يكن لها أي غموض، فرائحة الياسمين النابعة من العلبة قد كشفت عن محتواها. بالفعل عندما فتحتها كريمة كانت زجاجة عطرها المفضل، لم تستطع الانتظار، فبدأت تعطر نفسها به، حتى أخذ جحا الزجاجة منها مازحا: هذا العطر للتعطير وليس للاستحمام. ضحك الاثنان وتحمست كريمة للهدية الرابعة، فقد كانت كبيرة جدا لدرجة أنها طلبت من جحا أن يساعدها بفتحها، والسعادة ملأت وجهها عندما رأت أن الهدية هي سجاد فارسي من الحرير الفاخر، يبدو وكأنه صنع للملوك والحكام. فوضعت كريمة السجاد بحذر على جنب، ثم التفتت حول الغرفة باحثة عن شيء لم تجده، فنظرت إلى جحا وبكل براءة سألت: وأين باقي الهدايا؟ نظر إليها جحا بتحير، ثم قال: باقي الهدايا؟ هذه كلها؟ الصمت ملأ الغرفة للحظة، فلم ندري أنا وجحا ماذا يحصل وما العمل. وفجأة ظهرت دموع في عيني كريمة،
وقالت بانفعال: ألم تعد تحبني؟ هل قل حبك لي عن السنة الماضية؟ ما الأمر يا عزيزتي؟ ما الذي ضايقك؟ لماذا هذا الكلام؟ إن لم تعد تحبني فلتقل ذلك وحسب. احتار جحا من كلامها، فلم يكن لديه أدنى فكرة عن السبب الذي جعلها تظن أنه لم يعد يحبها أو تشك في حبه لها، لذلك سألها مرة ثانية: لكن يا عزيزتي، أنا أحبك كثيراً، من أين جاءت هذه الفكرة؟ فهمهمت كريمة بصوت منخفض: كل عام تشتري لي 5 هدايا، وهذا العام أحضرت لي 4 هدايا فقط، فهذا يعني أنك لم تعد تحبني كالسابق. فضحك جحا من كل قلبه: يا أبله، أتريد الموت؟ فاستشاطت كريمة غضباً وصرخت: وتضحك الآن؟ وحزنت على هلاك صديقي الوشيك، فكنت سأفتقده. ولكن جحا توقف عن الضحك بسرعة وبات يهدئ كريمة وقال لها: لحظة يا عزيزتي، لحظة، أنا أضحك فقط لأنني حقا لم أحضر لك 4 هدايا فقط يا كريمة، بل أكثر بكثير. دهشت كريمة من جحا وقالت له بشكوك: ما قصدك يا جحا؟ ثم أمسك جحا بزوجي الحذاء ولوح بهما بفخر: نعم، الحذاء الذي أحضرته لك سيأخذك إلى كل الأماكن الجميلة التي تريدين الذهاب إليها. وقلد مشي الحذاء على الطاولة، فابتسمت كريمة ابتسامة خفيفة رغما عنها. ثم أمسك جحا الكتاب وفتحه وتصفح ورفعه أمام كريمة وقال: أترين هذا الكتاب؟ بكلماته سيأخذك إلى عوالم لم تريها من قبل. فابتسمت كريمة مرة أخرى وبدأت السعادة تعود إليها. ثم أمسك جحا العطر ورش منه في الهواء وأخذ نفسا عميقا ونظر إلى كريمة وقال: ما أجمل هذه الرائحة التي دائما تذكرني بك، هذا العطر هو العطر الذي كنت تضعينه يوم زفافنا، أتتذكرين يا عزيزتي؟ فاشتريته لك لكي نتذكر أسعد يوم في حياتنا كلما تضعينه. ابتسمت كريمة بخجل ثم التفتت إلى البساط وسألت جحا: وماذا عن البساط؟ فكر جحا لوهلة ثم ابتسم وتناول البساط بسرعة ووضعه على الأرض، ثم أخذ يد كريمة وجلسا على البساط وهي تنتظر تفسير هذه الهدية الأخيرة بفارغ الصبر. فقال لها: هذا البساط ليس أي بساط، وليس للزينة فقط. عم الصمت المكان، ما الذي يقصده جحا؟ ثم أكمل بطريقة غامضة: نعم يا كريمة، فهو بساط الريح السحري، فما عليك إلا قول الكلمة السحرية وسيطير بك إلى أي مكان في العالم. كيف وجد بساطا يطير؟ ولماذا يستمر بركوبي إن كان بإمكاننا الطيران؟ والأغرب من ذلك أنه ما بدأ بالضحك. وأحمر وجه كريمة من الخجل فسألت جحا: وما هي كلمة السر يا ترى؟ لست أفهم لماذا يضحكان، هناك بساط سحري وهما يتغازلان. نعم يا جحا، قل لنا كلمة السر. هو يمزح بالطبع. كم أنت مضحك يا جحا. على أي حال، قبل جحا رأس كريمة وقال لها بحنان: ستكون الكلمة السرية واحدة من هدايا السنة القادمة يا عزيزتي، كي نذهب معا في رحلة. فعانقته وقد غمرتها السعادة بعد تفسير جحا، وأكمل جحا وكريمة الاحتفال بعيد الميلاد. وعرفت كريمة أن أهم هدية ممكن أن تحصل عليها هي حب جحا لها، وليس أي كمية من الهدايا التي تشترى بالمال، وهذا لا بأس به. ولكنني كنت فضلت بساطا طائراً،